دين السماحة والسلام، نهج التسامح والوئام، أمن القلوب ربيعها، صلح وعفو وانسجام، يا دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام، هي دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وأدبا بالدين. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما أوجد الله سبحانه وتعالى في نفوس عباده الميل إلى التعاون، ولكن هذا التعاون قد يكون إلى طريق يحمده الله سبحانه وتعالى وقد أمر به، وقد يكون هذا التعاون إلى أمر مذموم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكيف يكون التعاون على البر والتقوى؟ هناك صور كثيرة من التعاون، أن تأخذ بيده، أن تؤازره في أمور ظاهرة، أو قد تسدي له نصحا أو إرشادا، أو أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر، فكل ذلك من أنواع التعاون. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهجية في التعاون، بدأها بنفسه صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه. فقد بدأ بنفسه متعاونا مع أصحابه في غزوة الخندق، كيف كان أنه يحفر بيده الشريفة ويضع الحجر على بطنه الشريف، وكيف في بناء المسجد النبوي الشريف، كيف كان يساعد أصحابه ويحمل اللبن ويرجز معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، ونحو ذلك، حتى يعطيهم درسا في التعاون وفي التآزر. كذلك كان يربيهم أيضاً صلى الله عليه وسلم على التعاون مع الآخرين. فعندما جاء وفد عبد القيس رضوان الله تعالى عليه من هذه البلاد وقال: يطلع عليكم وفد هم أهل المشرق، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم، ثم ندب أصحابه إلى ضيافتهم، لأن المدينة كما تعلمون لم يكن فيها لا فنادق ولا شق مفروشة ولا فيها من مرافق الحياة إلا البيوت العامرة بالإيمان. فأخذ أصحابه هذا الوفد الكريم، يعني تنازعوه، كل منهم يريد أن يأخذ واحد أو اثنين أو أكثر. فعندما أصبحوا أراد صلى الله عليه وسلم أن يطمئن إلى ضيافة هؤلاء الوفد، فقال: كيف وجدتم ضيافة إخوانكم؟ قالوا: يا رسول الله، نعم الضيافة، أطابوا مطعمنا وألانوا فرشنا وباتوا يعلموننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من التعاون والمؤازرة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من التعاون على فعل الخير. فنحن عندما نتعاون مع إخواننا في طلب العلم، نتعاون مع طلابنا، نتعاون مع الآخرين، نتعاون مع جيراننا، فلقد يعني ذم المولى عز وجل الذين لا يتعاون مع الجيران والذين يمنعون الماعون، فقال تعالى: الذين يراءون ويمنعون الماعون. لكن التعاون أيضاً المذموم عندما يكون تعاوناً على المعصية، تعاون على فتح أبواب الشر. فإذا كان مثلاً هناك من يقدم سلاحاً ليقتل إنساناً، فتعاون على الباطل، من مثلاً يبيع عنباً لخمار ليتخذه خمراً، من يفعل ذلك، وكذلك الأشياء التي يؤجر داراً لتكون داراً لمعصية ونحو ذلك، كل ذلك من أبواب التعاون على الإثم والعدوان. أما نحن فمخاطبون أيها الإخوة أن نتعاون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن نتعاون مع طلابنا. ولقد كان السلف الصالح عندما يأتيهم طلبة العلم يقولون مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استعرض طبقات العلماء السابقين فترى كلهم يقولون وكان متعاونا مع طلابه.
كان يعني رحيما بطلابه، كان مشفقا على طلابه، كل ذلك من أبواب التعاون المحمود الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من عباد الصالحين متعاونين على طاعته، متناصحين كما جاء في الحديث المؤمنون بعضهم لبعض ونصح وادون وإن بعدت منازلهم، والفجر بعضهم لبعض غشش متخاونون وإن قربت منازلهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول، والحمد لله رب العالمين. دين السماحة والسلام، نهج التسامح والوئام، أمن القلوب ربيعها، صلح وعفو وانسجام، يا دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام، هي دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام.